مشاهدينا الاعزاء، ايها الحفل الكريم، منافسات السباق المحلي الخامس ويوم اللقايه والفتره المسائيه الخاصه باللقايه. اهني جميع الفائزين في هذا المساء. نتجه مباشره الى مقدمه الشوط والى المركز الاول. وضوح على المركز الاول من هجن الشحانيه، مضمر وضوح سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل الى المركز الثاني، ومن تتسلل من هجن الشحانية ايضا بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. دور المركز الثالث ايضا من هجن الشحانية ومتابعة محمد بن خالد العطية. لمن تتسلل في المركز الثاني اللي انطلقت الان الى المركز الثالث، ومن تحتل المركز الثالث يزن من هجن الشحانية، يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل الى المركز الرابع والمتقدمة من الجانب الاخر، تعاليل من هجن الشحانية، المضمر محمد بن خالد العطية. وهناك الشعار الغرفاوي يتسلل بدوره الى المركز الخامس، يتسلل بدوره الشعار الغرفاوي على ظهر جمايل لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، المضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي، اللي اليوم والليلة 10 على 10 يا المدهوشي مع هذا الشعار، 10 على 10. حصل وصيف في مرتين في هذا المساء، وخطف العديد من الأشواط في الفترة الصباحية، وكذلك حطم التوقيت الزمني. هذا دليل على استعداد الشعار الغرفاوي لخوض غمار هذا الموسم. وايضا نشكر الداعم ونهني سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني على النتائج الطيبة اللي حققها في هذا اليوم وفي هذه الليلة الشعار الغرفاوي. شكرا ابو عبد الله، ونتمنى التوفيق لهذا الشعار ولكل الشعارات الحاضرة والمتواجدة معنا في هذا المساء. عموما تغيير من وضوح على مقدمة الشوط، واضحة وضوح غيرت وخطفت المركز الاول من اجل الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، مع سلطان الميداني والتضمير يتابعها في التسيير. المركز الثاني يا بوي، وصلت جمايل. الشعار الغرفاوي الليلة خافوا منه يا مضمرين، خافوا من هذا الشعار اليوم والليلة في الفورمة مثل ما يقولون. اليوم 10 على 10 هذا الشعار. نشوف المركز الثاني، جمايل الله يجملها جمايل في هذا الشوط لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، المتابع لجمايل عبر الأقمار الصناعية. هذه جمايل اليوم شعارك في الفورمة سعادة الشيخ فيصل. سالم المدهوشي في التضمير المركز الثالث. هنا غارة من هجن الشحانية تغير غارة على المركز الثالث من هجن الشحانية، المضمر سالم بن فاران المضمر الذهبي يتابعها. المركز الرابع يزن في هذا الشوط وفي هذا السباق اللي له وزن كبير، وزن كبير. هذه يزن على المركز الثالث من يزن من هجن الشحانية، المضمر سلطان الوهيبي على المركز الرابع، وانتقلت الى الثالث والى الثاني. المركز الخامس، نكمل نداءنا، المركز الخامس تسلل وانطلاق من غرام من هجن الشحانية، حمد بن علي بن حلفان يتابعها في التضمير. نعود الى مقدمة الشوط، وضوح على المركز الاول، وضوح بهذا الشكل الجميل، وضوح بهذا الانطلاق الممتاز، وضوح ويزن على المركز الثاني من هجن الشحانية الثنتين، وايضا الثنتين بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث جمايل مع الشعار الغرفاوي، ولكن دخول وانطلاق وتسلل في هذه اللحظات من غارة، انطلقت غارة من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران يتابعها في التضمير. الذهبي جمايل على المركز الرابع من هجن سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، او دخول على المركز الرابع في هذه اللحظات وانطلاق من غبل. هنا دمعة من هجن الشحانية، أول نداء لدمعة، ولكن وضوح ويزن يزن تغير في هذه اللحظات، تخطف المركز الأول يزن. يا سلام العملاق حاضر، العملاق يواصل خطف النقاط، يواصل خطف نزيف النقاط من هذا في هذا المساء. يا سلام، الله 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 الله
هذه يزن خلاص قفلت الشوط، قفلت الشوط. غارة خطيرة، تحركت غارة، تحرك الذهبي مع غارة، تحرك الذهبي مع غارة على المركز الثاني. المركز الثالث وصل الدمعة من أجل الشحانية، وتحرك المشاغب أيضا، المشاغب، المضمرين، العمالقة، البارزين الكبار في التضمير. ولكن يزن، ولكن يزن حتى هذه اللحظات مع المركز الأول 300 متر، 300 متر ثقيلة على سلطان الوهيبي وعلى بن فاران، سالم بن فاران، وعلى محمد بن خالد العطية. أثقل أمتار في الأربعة كيلومترات الأمتار الأخيرة، أمتار الأوامر. ويزن، يزن هذا الشوط باسم يزن، سجلوه، اكتبوا هذا الشوط، دونوه مع يزن. تهانينا، تهانينا لأجل الشحانية. وأشكرك يا الوهيبي، أشكرك يا الوهيبي سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على هذه المواصيل التي وصلت إليها يزن وأخواتها في هذا المساء. المركز الثاني دمعة من أجل الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الثالث غارة من أجل الشحانية مع سالم بن فاران. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت فيه الذخيرة من أجل الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الخامس وضوح احتلت المركز الخامس من هجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، لمراكزنا المتقدمة الخمسة في هذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية ولسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يزن تختطف ناموس الشوط وتختطف المركز الأول، والتوقيت الزمني 6 دقائق 12 ثانية، 42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. دمعة احتلت المركز الثاني 6 دقائق 13 ثانية، 23 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه غارة توقيتها 4 أو 6 دقائق 13 ثانية، 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر سالم بن فاران.